أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية أن 80% من المخدرات التي يجرى ضبطها في المملكة هي معدة للتهريب إلى الخارج. وأضاف الفراية أنه تم خلال العامين الماضي والحالي ضبط 10 شاحنات قادمة من الخارج بلوحات غير أردنية وأخرى تحمل لوحات أردنية وسورية كانت ذاهبة عبر الترانزيت إلى خارج المملكة. وأوضح أن العام الحالي شهد زيادة في قضايا المخدرات، لافتا إلى أن الترويج والإيجار زاد بنسبة 34%، كما ارتفعت قضايا التعاطي بنسبة 16%. وينضم إلينا من عمان مراسلنا نايف المشاقبة. نايف، أهلا وسهلا بك، آخر المعلومات على هذه العملية، عملية ضبط وتهريب مخدرات. يعني هي تصريحات المسؤول الأردني يعني توضح وفقا للمراقبين حجم التحديات التي تتعرض لها الحدود الأردنية من الجانب السوري، وأيضا توضح مدى حالة الانفلات وفقا للمراقبين في الداخل السوري. هذه تحديات كبيرة ومهمة جدا للدولة الأردنية. هنالك وفقا للمعنيين تنظيمات وأيضا جماعات وشبكات تهريب تعمل في الداخل السوري وربما في مناطق لا يوجد للحكومة السورية عليها سيطرة، بالتالي الجانب الأردني من الحدود هو مضبوط من قبل القوات المسلحة الأردنية، لكن الجانب الآخر من الحدود مع سوريا هنالك شبه غياب كامل للسلطة الرسمية السورية، بالتالي تكون هذه الحدود هي ممرات للتهريب، خاصة لتهريب المخدرات وأحيانا تهريب الأسلحة والمتفجرات. والجماعات التي تقوم بعمليات التهريب هي تستخدم وسائل حديثة مثل الطائرات المسيرة الدرونز. هذا الأمر بالنسبة لعمان هو مقلق جدا. وزير الخارجية الأردني قال قبل أيام خلال مشاورات ومناقشات واجتماعات على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك إن ثلاث عمليات تهريب، أن عملية واحدة من أصل ثلاث عمليات تهريب للمخدرات من سوريا تنجح، عملية واحدة من أصل ثلاث عمليات، ولكنه ضاف وأقال كلام أكثر من ذلك أهمية وفقا للمراقبين أن عمليات تهريب المخدرات من الجانب السوري إلى الجانب الأردني ازدادت بعد حالة الانفتاح مع دمشق، وبالتالي هنالك وفقا للمراقبين معلومات لدى الجانب الأردني أنه لم يتم التعاطي بشكل كامل أو على الأقل بشكل إيجابي مع الأطروحة الأردنية أو مع التوجه الأردني الذي تم خلال اجتماعات عمان والذي يقوم على الانفتاح مع دمشق في مجال الخطوة مقابل خطوة. بالتالي الأردن يرى أنه رغم كان أن هنالك كانت اجتماعات رفيعة المستوى مع الجانب السوري من قيادات أمنية وعسكرية قبل أسابيع، لكن ذلك لم يؤدي إلى نتيجة على أرض الواقع. ما هو على أرض الواقع وفقا لتصريحات وزير الداخلية الليلة الماضية أن كل من يدخل من الجانب السوري إلى الجانب الأردني يحمل معبر جابر وهو المعبر الوحيد الفاتح رسميا يعامل على انه يحمل مخدرات سواء كانت سياره او شاحنه او اي وسيله نقل حتى يتم اثبات عكس ذلك. نعم، مراسلنا نايف المشاقبه من عمان، شكرا جزيلا لك.